أنتقل أعزائنا الطلاب إلى المجموعة الثالثة. طبعاً عند الحاجة في كل المسائل نعتبر أن تسارع الجاذبية الأرضي جي هو 10 متر على الثانية للتربيع. سؤال أول، أثناء سقوط جسم سقوطاً حراً من السكون، عندما يسقط جسم سقوط حر من السكون، احسب التسارع الذي يكتسبه هذا الجسم بعد 5 ثواني من السقوط وبعد 7 ثواني من السقوط وفي نهاية الفترة الزمنية. من يجيب على السؤال بكلمة؟ عندما يسقط جسم سقوط حر، ما هي قيمة التسارع بعد 2 ثواني وبعد 3 ثواني وبعد 5 ثواني وبعد 7 ثواني وعندما يصل الأرض، ما هي قيمة التسارع؟ يلا يا محمد. 10. ممتاز، مشكور. طلاب هذا ما بده، طلاب هذا ما بده حساب، ما بده حساب. التسارع في أثناء السقوط الحر بإهمال مقاومة الهواء، التسارع A يساوي G ويساوي 10 متر في الثانية ناقص 2 بس. التسارع A يساوي G ويساوي 10 متر في الثانية ناقص 2. المسألة رقم 2 في هذه المجموعة، احسب التسارع الثابت لسيارة تنتقل من السكون، انتبهوا السرعة البدائية 0، تنتقل من السكون إلى سرعة 100 كيلو متر على الساعة، بدي حولها إلى متر على الثانية، بدي أضرب بألف وقسم على 3600. في حال قطعت مسافة 3 كيلومتر، 3 كيلومتر يعني 3000 متر. إذا من يذكر لنا القانون اللي بدنا نستخدمه لحل هذا أو هذه المسألة؟ عند السرعة البدائية وعند السرعة النهائية وعند المسافة بدو تسارع، يعني ما بدي استخدم قانون في زمن. أي علاقة بدي استخدم؟ أنا عندي 3 علاقات طلاب، حفظناهن 3 علاقات. يلا يا سلام، تفضلي. نعم تفضل أحمد، تفضل. ساس في للتربيع ويساوي في صفر للتربيع وتساوي 2 A ضرب دي. طبعا العلاقة في مربع ناقص في ناقص في صفر مربع يساوي 2 A ب D. عند السرعة البدائية وعند السرعة النهائية وعندنا D المسافة، بحسب التسارع من هذه العلاقة. يعني بلا ما ندخل في متاهات الزمن لنحسبه، ما في داعي. إذا العلاقة في مربع ناقص في صفر مربع يساوي 2. طلاب، إذا السرعة البدائية 0 من السكون، السرعة النهائية في تساوي 100، بدي أضربها بألف وقسمها على 3600، بنحول الكيلومتر إلى المتر مضرب بألف، بالمقام بدي حول الساعة إلى ثاني بضرب 3600، صفرين بروح مع صفرين، انتبهوا، هود صفرين برحني مع صفرين بالمقام، بتم عندي 100 ضرب 10 ألف على 36، إذا 1000 على 36، إذا السرعة البدائية يعني 27.77، إذا هاي في السرعة البدائية 27.77 متر في الثانية ناقص 1. بعوض الآن طلاب في القانون، في مربع 27.77 للتربيع ناقص 0 يساوي 2 ضرب دي، دي 3000، لأنه المسافة دي 3 كيلومتر للمتر يعني 3000، ضرب A 2 A بدي 2، وهاي A وهاي D، هاي دي طلاب هاي المسافة 3000 متر، هاي D. إذا 27.77 للتربيع يساوي 767.29، يساوي 2 ضرب 3000 6000 A. إذا A يساوي بقسم الحر على المقيد، يعني بقسم بهذا الطرف، الطرف الثاني بقسمه على 6000، الطرف الثاني بقسمه على 6000. نعم، بروح 6000 مع 6000 يبقى A، والطرف الأول بقسمه كمان على 6000،
إذا أقسم طرفي العلاقة على 6000، على نعم الطرف الأول والثاني بقسمه على 6000، فبروح بالطرف الثاني بروح 6000 مع 6000 يبقى آ ماذا يساوي؟ 767.29 على 6000. الجواب 0.127 متر في ثاني ناقص 2. 0.127 متر في ثاني ناقص 2.